السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. جبت لكم اليوم واحد الوصفة قديمة، تهي كنقولوا لها احنا الكفتة حرش. كيقولوا لها الكفتة حرشة او لا الكفتة حرش. كتجي غزالة ما تشبعوش منها. هاد الشي كله، هاد الأكلات المغربية التقليدية ديال زمان، يعني ما بقاوش دابا، قليل اللي باقي كيدير هاد الماكلات هادو. اليوم مهم بغيت ندير لكم انا ان شاء الله هاد الوصفة. عندي هنا هاد البصيلة غادي نديرها ان شاء الله مع الكفتة. غادي ندير معاها الرز مسلوق نص سلعة. في العطرية ديالتها هانتوما عندي هنا واحد شوية البزار مليحة، شوية ديال القرفة مطحونة، الخرقوم بلدي، عندي هنا واحد شوية ديال السكنجبير، عندي هنا هادشي غادي نديرو في الكفتة ان شاء الله. عندي المعدنوس، عندي بيضة كاملة، وعندي في المرقة ديال الكفتة عندي هنا البصله. عندي هنا درت واحد بصله ونص محكوكين. عندي غادي ندير معاها يعني تقريبا نص معلقه صغيره ديال السمن، واحد ضويمه الزعفران، اللي عنده الزعفران يديرو. هنا عندي شويه الملحه، واحد شويه البزار، تقريبا واحد نص معلقه ديال السكنجبير ونص معلقه ديال الخرقوم. مهم غنبقى معكم ان شاء الله في المراحل. عندي هنا واحد شريت واحد رابعه ديال الكفته، غادي ندير مع هاد البيضه. غادي ندير هاد العطريه اللي فيها القرفه والملحه وشويه البزار سكنجبير والخرقوم. غادي ندير نصف الكميه ديال المعدنوس، والنصف الاخر غادي نديره ان شاء الله في الطياب. غادي ندير هنايا واحد الكميه ديال الرز اللي سلقته نص سلقه. انا غنخلط هذا الشيء ونرجع لكم. هيا خلطت الكفته ديالتي، غادي نزيدها واحد شويه ديال الخرقوم، شويه الخرقوم. انا غادي نخلط هادشي. ندير هذيك البصيله ديالي. الكفته ديالي غادي نديرها ان شاء الله في الفريغو شويه تشد فراسها، على بيد ما تطيب ليا غير لاصوص ديالها. في لاصوص ديالي عندي هنايا البصله اللي غادي نديرها في البلاصه اللي غنطيب فيها. هنا عندي المعدنوس، ما كتكونش الثومه في هاد الكفته هادي. غادي ندير الحامض معسر، غادي ندير هاد الزويته الروميه، عندي هنا داك الضويمه ديال الزعفران والمليحه والبزار والسكنجبير والخرقوم. عندي هنا هاد نص معلقه ديال السمينه، هذا راه السمينه ديال الوالده ديالتي، كديروا على يديها. شحال من خطره والله الا شحال من خطره كديروا، كدير هي بزاف، كتشري هي كتشري الزبده بزاف البلديه وكتخدمها على يديها، كتخدم السمن على يديها ما كتشريهش. وشحال من خطره كيفوتني اني ما كنصورش هذيك اللحظه. والله هاد المرة ان شاء الله نشاركو معاكم السمن ديالها، كيجي غزال.
غنخليو هاد البصيله هادي ديالتنا تشحر، غتشحر مزيان، وغادي نديرو فيها حتى هي الماء الكافي باش طيب لينا البصله. المهم ان شاء الله انا غادي نبقى كل خطره ندير لكم واحد الاكله من الاكلات المغربيه القديمه نشاركها معكم ان شاء الله. اسمحوا لي، عرفتي ما نقول لكمش الريحه اللي طالعه ديال هذاك الدويمه الزعفران والسمن. المهم انا قلت لكم هاد الكفته حرش ما كيكونش فيها الثومه، القرفه شويه ديال القرفه ما تكثروهاش اللي كتكون في البصله في الكفته. انا سمحوا لي راه ديما الهضره كنتلف اللي كتكون في الكفته، والبصله هذه اللي كتشحر ما ديروش فيها القرفه. المهم غنبقى تطيب ليا هاد البصيله، وغادي نزيد فيها المريقه باش تطيب ليا ان شاء الله البصله، عاد غادي نكور الكفته ونديرها فيها. انا رجعت لكم بعد ما تشحرت ليا البصيله ديالي، غادي ندير فيها شويه هنايا ديال المطايب باش تشحر ليا. ما ديروش الماء بارد باش ما تكنزش لكم هذا البصله. البصيله ديالتي ها هي طابت، الكفته ديالتي هانتوما كنديرها كبير، خصكم ديروها كبير ماشي ديروها صغيره. البصله هاد الكفته حرش كتكون خصها تكون كبيره، كل كره تبارك الله راه غير ربعه ديال الكفته مع الروز ومع داكشي غتخرج ليكم تبارك الله الخير والبركه. انا كنديرها كما كان لان فيها الروز، كنديرو هكا وحيده وحيده يعني غير بشويه، حطوها ستفوها في الطاوه. انا نصوبها في الطاوه ونرجع لكم. هي الكفته ديالتي غنسد عليها، ما غاديش نحركها دابا بلاتي حتى تشد الطياب، عاد نرجع لكم ان شاء الله. اصلا الكفته راه مازال وحيت فيها البصله مازال غطلق الماء ديالها، ولكن مع الطياب خليوها حتى توقع شويه وما تبقاش فيها قوه المرقه. غادي تحاولوا ديروا هكا مريقه وتكبوها فوق الكفته باش الكفته الفوق ما تبقاش بيضه. عرفتي ما نقول لكمش هاد الكفته شحال كتجي بنينه، ما شبيتكم فيها والله الا كتجي غزاله. كفته حرش كيقولوا لها راه كاين رباطيين وفي مالين فاس كيقولوا لها كفته حرش معروفه، كانوا شحال هذه كيديروها في يعني في مناسبات هكا كيديروها، ولكن دابا ما بقاوش كاين اللي كيديرها. الا بغيتو تحركوها غتحركوها غير هكا صافي. كيما تشوفوا شي كفيته هكا ما فيهاش بيضه من الفوق، حاولوا ديروا ليها